خبراء بيطلعوا ببرامج توك شو وبرامج تلفزيون، بعدين خرجوا من خط الاعلام. اي لعنه اي حدا عنده مثلا لو الوزاره اللي اختلف هو النظرة العامة للإعلام، أنه أنا كنت مفكرة الإعلام شيء أسهل بكتير من هيك، اللي اكتشفت أنه لا، هو كتير شيء صعب، كتير فيه مسؤولية، كتير فيه خوف قبل ما نكتب الكلمة، قبل ما ننشر أي شيء. لازم نكون دقيقين بكل شيء عم نحكي، يعني هاي الشروط يعني كانت بالنسبة لي صعبة، بس بتخلي الصحفي مهني إذا التزم فيها. رح نبدأ، بس نقول إنه كانت بداية كتير ممتعة وحلوة لأنه كانت بطريقة مختلفة. الشيء المقروء كان مختلف تماماً على الشيء اللي هلأ أنا عم بحضره وعم بمارسه عملياً. الشيء اللي أنا عم بحضره هو بيكون العمل الصحفي ضمن قواعد، ضمن أساسيات، ضمن معايير محددة، في دقة. كان الشيء هذا الشيء كله غامض إلي لما كنت أنا عم بقرأ عن العمل الصحفي. Thank you.